محظوظون هم من يصعدون على متن سيارة إسعاف ويصلون بها إلى المستشفيات، فهي نادرة جدا في هذه المدينة. محظوظون أكثر من يتلقون العلاج من مرض ينتشر كل يوم أكثر، ويزداد أعداد المصابين به ولا يتناقصون. مرض حمى الظنك يعاود انتشاره مجددا في محافظة شبوة، وكأن الحرب وحدها لا تكفي هذه المدينة، ليصاب أبناؤها أيضا بالمرض ويموتون. فقد توفي خلال الأسابيع القليلة الماضية 27 شخص من أصل أكثر من 2700 مصاب. جهود تبذل لخفض معدلات الإصابة به حتى وإن كان بشكل بسيط، وعن طريق الرش الضبابي للشوارع والأحياء للقضاء على البعوض الناقل لهذا المرض. هذا المشهد من مدينة عتق مركز المحافظة، والتي سجلت فيها مؤخرا 560 حالة مصابة بالمرض وثلاث حالات وفاة، فيما سجلت 12 حالة إصابة في مديرية حبان شرقي المحافظة. مكتب الصحة دعا جميع المنظمات الرسمية وغير الرسمية للقيام بدورها والمساهمة في الحد من تفشي وباء حمى الظنك.